بيقولوا عنه كتير حلو. ايه والله انا رح يكمل معه. شوفوا انا شفته سمعتوا ايه؟ لا بس مو معقول. ايه سمعنا رح يعملوا له احتفال كبير. هلا انت عم تقولي معي يعملوا له غوا؟ والله ما رح اشك عليكي. انا حابه يلا قوموا يا بنات. اهلا وسهلا. اهلين فيكم يا بنات. طولتي ست كوثر، كيفك؟ منيحه؟ تمام نشكر الله. الامير اجا معكم؟ طبعا اجا، هو هلا بجناحه. كوثر خانم احكي لنا عنه شوي. عم يقولوا انه كبران. ايه مزبوط، صاير شاب بياخد العقل. حيصاولوا حرم لك خاص؟ الاصول هون بالقصر يبنوا له حرم لك خاص. كوثر خانم نقولوا لي اللي عنده على الحرم لك. سلطانة؟ فريال؟ تعي. من أمتى مو شايفتك؟ أنت منيحة؟ دعيتلك بالصحة والخير سلطانة. وشك مورد، أكيد مبسوطة مع نصوح. نشكر الله، كتير مبسوطة معه. ها حلو. إيه؟ شو موصيتي لنا عشي؟ إن شاء الله يكون في شي، لسه ما عرفت. آمين. عرفتي إنه الأمير مصطفى إجا؟ لكن إجا؟ وأكيد كمان أمه إجت معه. إيه طبعاً، أنا يلي استقبلت الصبح للسلطانة. لو بتشوفيها كيف نزلت من العرباية بتقولي السلطانة الأم بجلالتها. مصطفى؟ سلطانة؟ الله يقويك يا ابني ويسر لك طريقك. لا تحرميني من دعائك. على طول عم ادعي لك. مين عندي أغلى منك لأدعي له؟ الله يرضى عليك يا روح قلبي، الكل عم يستنوك. يا بنات صفوا، اجا الامير مصطفى، اجا الامير. دستور. إن شاء الله ألف مبروك الأمير الجديد، والله يخلي لك يا سلطانة. شكراً إلك سلطانة. كنت بتمنى إلك إن شاء الله عقبالك، بس بسيطة، الله رح يعودك بولاد مصطفى، بكرة بتشوفيهم وبتحمليهم إن شاء الله. رح تكوني تيتا حلوة كتير. ما قلتي لي ناهد دوران، أنا متغيرة عليكي ولا لا؟ لساتك حلوة كتير يا مولاتي، ما شاء الله عليكي. ما قلتي لي شلون كان الطريق؟ كان الطريق طويل ومتعب، حاولت إني نام بس ما غفيت ولا شوي. المسا بتروحوا بكير وبترتاحوا. كيفن التوأم؟ وينن؟ ما شفتن؟ منشكر الله،
كتير مناح قبل شوي نام. ألفة خانم، إن شاء الله تكوني أنت منيحة كمان. منيحة نشكر الله، وصرت هلأ أحسن بشفتك سلطانة. الاحتفال رح يبلش، خلينا نروح. وتنور طريقه. آمين. ألف مبروك التنصيب يا ناهي الدوران. نشكر الله ونحمده على كل شيء. طول عمرك كنت أحلم بهاليوم. خلينا نمشي. هيام، شوفي سلطانة، أنت منيحة؟ كأني حاسستك مصفرة. ما في شي، بس راسي عم يوجعني شوي، مو مشكلة. ناهي الدوران، هلأ ما شاء الله مصطفى صار شاب، مشان هيك لازم نخصص له حرم لك. اختاري شو ما بدك من الجواري، انت هلأ مسؤولة عن هالموضوع هاد. مثل ما بتأمري يا مولاتي، فوراً رح أأمرن لحتى يجهزوا الموضوع. كيف يعني بدكم تخصصوا له حرم لك؟ فكرت إنه الأمير رح يروح على قصر تاني. الأمير مصطفى هلأ كبر يا هيام، ولازم يكون عنده حرم لك إله لحاله غير هاد. هلأ هو ما عاد ولد صغير، ما شاء الله صار عنا أمير قوي. نحن لازم على طول نتبع الأصول. لا تخافي، رح نعمل نفس الشي مع أخوته الباقيين. حضرة الأمير مصطفى. طول عمري أحلم بهاللحظة، أنا فخورة فيك يا مصطفى. بتشكرك ست الكل، وعلى طول بدعي لك بالصحة والخير يا سلطانة. الله يحميك ويخليك ويبعد عنك ولاد الحرام يا ابني. آمين. مصطفى، هاليوم المبارك رح يكون فال خير للكل إن شاء الله. إن شاء الله يكون هيك. سلطانة؟ مصطفى؟ ما شاء الله عليك صاير شاب كتير حلو وقوي. بكرة البنات رح يتخانقوا عليك. ليش ما أجوا أخواتي؟ كتير مشتاق لهم. وهن كمان اشتاقوا لك. بعد شوي بيجوا بيشوفوك.
حرام لك عم يغلي غالي يا سلطانة، ما عم نقدر نضبط الجواري أبدا. تتخيلي عم يتخانقوا على الأمير مصطفى؟ الوضع ما بيطمن أبدا. مثل ما السلطانة خططت وحردت الجواري علي وعملت لي مشاكل كتير، أكيد ناوي يتحرد مصطفى كمان وتعمل عداوة بينه وبين إخواته. والله مزبوط، وخاصة هلأ الكل بده يمسح لجوخ للسلطانة ناهد دوران، وعم بتقول بده تخصص له حرم لك. أنا لازم فكر بطريقة ألعه من هون هو وأمه. سلطانة، صحيح الأمير بحاجة إنه يخصصوا له حرم لك، بس بحب ذكرك إنه هالقرار بيرجع للسلطان وبس. شايفتك قوياني ومبسوطة، يبدو إنه جو قديرنا ناسبك كتير. مبسوطة طبعاً لأني رجعت، واللي خلاني أقوى هو الأمير يا سلطانة، نشكر الله. كنت مفكرة حالي إنه انتهيت، وخاصة بعد ما قرر السلطان إنه روح من هون، بس تنصيب مصطفى حسسني إني خلقت من أول وجديد. سلطانة لو تعرفي قديش أنا مبسوطة لك، على القليلة عم نشوف ضحكتك. شكراً يا سلطانة. إن شاء الله ما تكون هيام عملت لكم مشاكل بغيابي يا سلطانة. ليش هي فيها تقعد من دون مشاكل؟ هي مفكرة حالا انتصرت بعد كل شي عملته، بس هلأ كل الحرم لك صار يكرهها بشكل مو طبيعي. أنا ناوية اتخلص منها من دون ما خلي حدا ينتبه لي. أنت عم تفكري تعملي شي سلطانة؟ ايه ناوية، بس ناطرة السلطان ليروح على الحملة، وقتها باخد راحتي. خايفة يعملوا لي شي، وخاصة انك مو موجود هون. ما عم بفهم هالخوف كله، شو له داعي هلأ يا هيام؟ مولاي، رح تطلع على الحملة بعد كم يوم، وأنا رح أنتظر رجعتك، ورح كون هون كل هالوقت قلقانة وخايفة إنهم يأذوك. هالفكرة لحالة بتموتني. لا تخافي يا سلطانة، خوفك هاد وعشقك هو اللي عم يعطيني القوة والصبر. بدي إياكي تتأكدي من شغلي هيام، ولا لحظة تحسي إنك لحالك بهذا القصر، أنا حكون دائما معك. صدقيني، صحيح أنا رايح على الحملة، بس روحي وقلبي رح يضلوا معك. انتي شو اسمك؟ أليس سلطانة. لكن روحي وقفي معهم. شو اللي عم بيصير جوا؟ عم يختاروا جواري ليروحوا على حرم لك الأمير، السلطانة عم تنقيه. ها؟ طيب واختارت شي وحدة من الجواري تبعاتي؟ ولا وحدة منهم، أصلاً ما اختاروا حدا. مين بدها تروح على الخلوة؟ ما منعرف لسه. أوعيك إنك تغفلي عنهم، وشو بيصير بتجي بسرعة وبتخبريني. لا تاكلي هم يا سلطانة. بعتي ورا البصارة ألماس يا درة؟ شوي تاني بتكون هون سلطانة، من الصبح بعتت العرباية لحتى تجيبها. مين بتكون هاي ألماس؟ وحدة بتقرأ المستقبل وبتبصر بالرمل شوي وبتشوفيها.
احيانا بتقلك شغلات مو مفهومه لازم انه تسجليها عندك، لانه بعدين بتكتشفي شو كان قصده بهذا الحكي. وينه مصطفى؟ كنت متوقع يزورني الصبح. مولاي طلب منه ينزل الصبح على الحديقه الخاصه، بجوز كان مستعجل. مولاتي السلطانه، البصاره الماس صارت برا. دخلها. أنا مبسوطة بجيتك ألماس خانم. فوتي خدي مكانك. بدي تبصرينا مشان أعرف مستقبل أميرنا مصطفى ومستقبل السلالة وشو مخبيلنا الزمن. يلا ألماس ورجينا شطارتك وشو بده يطلع من تمك وإيدك. عم شوف شي حلو. الأرض كتير رح تتوسع، البحار والصحارى والجبال، أماكن مو معروفة رح تكون تحت إيديكن. بس في تنين عايش معكن هون جوات هذا القصر، بعده عم ينطر كأنه عم يستنى تجي فرصته. شايفته قاعد تحت بالمي في السمكة. بس يوم من الأيام رح تجي ريح قوية لدرجة رح تحول السمكة اللي بالمي لتنين كتير كبير وقوي. رح يوقف طريقه ورح يقضي على كل أعدائه واحد واحد بدون رحمة ولا شفقة. رح تطلع نار قوية كتير من تمه. أنا شايفته رح يأكل الأخضر واليابس. وئام أسماء
وئام سنبول درا خانم. سليمان 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 رد علي. شش اهدي هذا كابوس. بدهم يقتلوني، عم اقول لك شفتهم بمنامي. الله يوفقك، لا تروح وتتركني، بدهم يقتلوني بغيابك. خلص انا جنبك، لا تخافي.